الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الجمع الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤالين هنا مقدمات أنا جاوب عليهم وأقدم أخونا أبو بكر. السؤال الأول قال: هناك من يرى جواز التبرك بالصالحين وآثارهم مستدلين بتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو هنا كاتب صاد بالنبي صاد وآثاره، فما حكم ذلك؟ أول حاجة كتابة حرف الصاد قدام النبي عليه الصلاة والسلام هم طبعا بيشيروا بها إلى صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ وباطل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام النووي رحمه الله: فجمع الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين شيئين، لا بد للمصلي إذا أراد أن يقتدي بهذه الآية لا بد له أن يجمع بين هذين الشيئين. قال: صلوا عليه واحد، وسلموا تسليما، يعني إذا قدرت تقول الرسول أو النبي تقول صلى الله، ده الصلاة، صلى الله عليه وسلم وده التسليم، أو تقول النبي عليه الصلاة ده الصلاة والسلام ده التسليم، لأن ربنا قال صلوا عليه ده واحد، وسلموا ده اثنين، تسليما ده توكيد زيادة. وكذلك في الكتابة إذا أردت أن تكتب تقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبخل في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتابة تعمل صاد أو تعمل صلعم زي ما بيعملوا الأنصار أتباع الصادق المهدي من المبتدع والضلال. أما السؤال قال: هناك من يرى جواز التبرك بالصالحين وآثارهم مستدلين بتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، فما حكم ذلك؟ أول حاجة جماعة، ما ممكن يجي زول بليد أحمق زي محمد المنتصر الإزيري في التلفزيون يقول يجوز يتبركوا بالبرعي لأن الصحابة يتبركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. معناته هذا الإزيري الضال المضل يعتقد إنه شيوخ الصوفية البرعي وغيره زي الرسول واحد ده الرسل وأنبياء، بل يعتقد أن هذا زي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا اعتقد ذلك فهو كافر. ربنا قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بعده ما في نبي ثاني ولا في رسول، لا برعي لا مكاشفي لا سجمرمات، دول كلهم طواغيت طواغيت دعوا الناس إلى الكفر وإلى الشرك بالله وإلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. ألا فليبلغ الشاهد الغائب إن شيوخ الصوفية الطواغيت دعاة إلى الكفر والشرك بالله. وإنت ما تزعل ساكت، إنت عندك شيخ كبير إن شاء الله قدر العمود ده أقبضه من عنقرته، إذا ما بتقدر عرفت كلامي أقبضه بزردية بأي حاجة جيبه هنا خلينا أزرنا، إنت ما تزعل، إنت أصلا ما تزعل، هو ما بيجي أصلا شيخ صوفي يجي ناظرنا ده مستحيل إلا يدقس، إذا دقس بيتنجم طوالي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبتت فيه البركة بأدلة. الدليل الأول ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بطعام قليل بين أناس كثيرين، كان في ناس كتار من الصحابة والطعام بسيط حق نفر نفرين ما بكفي، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده داخل الطعام وسأل الله البركة وقال: كلوا بسم الله من هذا الطعام المبارك، أنه دخل يده فيه ودعا الله، من هذا الطعام المبارك والبركة من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل جعل فيه بركة،
عشان كده ممكن تتبرك بعرقه، صحابه كان بيتبركوا بعرقه، بدمه لما طلع بالحجامه بيتبركوا به، بموضوعه بشعره بيتبركوا به، لكن البرع العفين ده تتبرك به كيف؟ والدليل شنو؟ انه البرع ده فيه بركه. زول يقول سلم لشيخك، ده البرع وده الكتاب، سلم لشيخك ثم كن عبدا له. قال لك ما تعبد الله، ده البرعي، قال لك تعبد الشيخ، تخلي الله. وربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبد الله براو. البرعي قال لا، قال سلم لشيخك ثم كن عبدا له للشيخ، واخشاه دوما كخشية ضيغم، تخاف من الشيخ أكثر من الأسد، تودي له مرتك وانت عريس جديد اول ليله تسلمها للشيخ. شفت كيف؟ الشيخ لما انت تخش له ما بتدي صلبك، لما انت طالع ما بتدي صلبك، تطلع له كده. ما شفت النايه اللي بقولون لما مشى للشيخ الكلب ذاك الصوفي بتاع رئيس المجلس الاعلى للتصوف، مشى له اول ما طالع ابى يديه كده، طلع كده، قال طالع كده للشيخ، ودي هباله وعواره واجرام، عرفت كلامي؟ ودجل بتاع صوفيه. والمشكله الصوفيه ممكن لهم بوسائل الاعلام، ممكن لهم بوسائل الاعلام، والجماعه الاعطال ديل الله مكن لهم برضه بوسائل الاعلام، عاملين الدعايات كلها شيبسي بالشطه وشيبسي بالفلفل الحار. والله الفلفل ده انا اسوي لك في عينك يا انصار سنه يا مرطان يا مجرم، عرفت كلامي؟ الصوفيه يصلوا للشرك والكفر بالله. قناه ساهور، قناه الكوثر، قناه الرايه الخضراء، قناة أم درمان بتاعت حسين خوجلي، قناة النيل الأزرق، شغالين يصلوا للشرك وعبادة غير الله، ويقولوا غير الله بيخلق، غير الله بيدي الجنة، غير الله بينزل المطر، وطينة ود الطريفي بتداوي من داء السعر. شغالين شرك بالله، ودين هنا يجي يكذبوا عاملين فيها، بيتكلموا في التوحيد. وبهناك المركز العام بتاع ديل، بتاع أنصار السنة، بيكرم في شيخ الطريقة السمانية أكبر طاغوت في البلد دي. ده تناقض وده نفاق. انت لما تجي تقول لي قال البرعي والبرعي مجرم، وشيخك هناك اسماعيل عثمان رئيس انصار السنه بتاعك انت يكرم في ود الصايم ديما، ويكرم في شيخ الطريقه السمانيه، والله هذا ان دل انما يدل انه ده شغل بتاع نفاق واجرام من انصار السنه بندقون ديل. ناس مجرمين وناس منافقين بينافقوا وبيغشوا الشعب السوداني. طيب الدليل الثاني انه النبي عليه الصلاه والسلام فيه بركه، اقرار النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه لما تبركوا به ولم ينهاهم، حيث لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. واحد اتبرك بدم النبي عليه الصلاه والسلام، واحده اتبركت بعرق النبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وما انكر عليهم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والسنة إما قولية أو فعلية أو إقرارية، فأقراهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالتبرك به، فدل على أن رسول الله فيه بركة. أما البرعي والمكاشفي والصايم ديما والصابونابي، عرفت كلامي؟ كلهم ديل طواغيت ودعاة شرك بالله عز وجل، ما فيهم بركة، ديل ناس عفنين معفنين. اوعك تمشي تتبرك بعرق الشيخ، والله الا ودوك الاردن عشان يعالجوك، الا ودوك الاردن، لانه ده ناس مبرصين وناس دعاة شرك بالله. العفانه بتاعت الشرك ونجاسه الشرك المعنويه تخرج مع عرقهم وتصهر في وجوههم. ربنا قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فدل ما فيهم بركه، اوعى يغشك شيخ يقول لك والله زي ما الرسول يبقى شيخنا البرعي فيه، لا ما ده رسول، لا امشي ما رسول، ما فيه اي بركه. السؤال الاخير قال طيب، قال ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاه؟ الدعاء الجماعي بعد الصلاه بدعه، انكرها المالكيه كما نقل الامام المالكي الشاطبي في كتاب الاعتصام على ان الدعاء الجماعي بعد الصلاه بدعه، وده مالكي، ده من علماء المالكية، بدعة ما يجوز.
واحد من السودانيين يقول لك الجماعة دي حتى دعاء الله طلعوا بدعة. لا، ما دعاء الله طلعنا بدعة، دعاء الله كون خصصته بعد كل صلاة من الصلوات الخمسة. عرفت كلامي؟ وجعلت جماعة دو البدعة، مش الدعاء ذاته كدعاء إنه زول ما يدعو الله خالص، ده ما قلناه. لأن ربنا قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن جماعي بعد الصلاة نسألك سؤال، الرسول فعله ما فعله؟ يبقى بدعة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه مستجاب، مع أنه دعاه مستجاب والأمة محتاجة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا في حتات وفي حالات لكن ما دعا دبر الصلاة، فدل على أن الدعاء الجماعي دبر الصلاة بدعة. الصوفية لا بيعقدوا على الدعاء الجماعي اللي هو بدعة دبر الصلاة، يعقدوا عليه ولو براء. واحد أخونا قدموا صلى بالناس في السوق في البرش، إمام بعد ما سلم واحد صوفي قال واحد أخو مسلم، قام نخس الصوفي قال له قول له قول له قول له شيل الفاتحة. طبعا الأخ المسلم شيطان، زول بتاع فتن، زول مجرم. أي أخو مسلم على وجه الأرض، عرفت كلامي؟ بالذات إذا بقى راس، إذا بقى راس ده بتلقاه راس فتنة، وراسه ده كله بلاوي ومشاكل ملخبطة والمخاطرة. في أي جامع تلقى أخو مسلم مدفون زي الكابل، صايت الجامع ده كله، كله صايته. أول يوم يجي يرحل في الحلة يأجر له بيت إيجار، طوال يمشي يجوب أمامك الكبار الماسكين اللجنة عندهم حلقة تلاوة، يمشي يتحشر في نصهم. ومن يعمل ومن يعمل يغشهم الغنة أديها 70 حركة، لا لا ما كده، وتلقى قرايتهم صحيحة، لكن هو داري يتربع وداري يترأس على حلقة التلاوة بتاعت ناس لجنة المسجد، ليترأس على لجنة المسجد ويكون رئيسا. أخطر ناس ضيعوا الإسلام وضيعوا المسلمين وضيعوا الدين هم حزب جماعة الأخوان المسلمين، رضي من رضي وأبى من أبى. أخطر بشر ضيعوا الدين هم جماعة الأخوان المسلمين، وأخطر بشر فتحوا للصوفية هم جماعة الأخوان المسلمين وشكلوا لهم حماية. أسأل الله أن يخزيهم أجمعين. عرفت كلامي؟ فقام له مسلم هبش الصوفي لأنه أخونا ذاك صلى، وعارف أخونا ذاك ما بدعو بعد الصلاة لأنه بدعة، حتى عند المالكية بدعة. قال له قل له شيل الفاتحة. الصوفي ما بليد، قال له شيل الفاتحة مولانا. أخونا قال لهم بدعة. الصوفي قال عيدوا الصلاة، فأقاموا الصلاة وعادوها. الصوفية يجعل الولاء والبراء على البدع، على البدع وعلى الشرك يعقد عليه الولاء والبراء. والبلد دي للأسف الشديد، للأسف الشديد جدا، إن الصوفية ماسكين وسائل الإعلام يبرطعوا زي ما دايرين. لكن بإذن الله عز وجل طالما ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، فأي مكان بالاستطاعة التي أعطانا الله إياها إن شاء الله تلقانا شغالين نردم في الصوفية والأخوان المسلمين. أما رسالة أخيرة، رسالة أخيرة لأنصار السنة البجاي، أول حاجة ديل نزلوا النسوان في الانتخابات، ديل المجار ما ديل عندهم ميكروفون واحد مقبل لنا لينا نحن، ده ما جرام، ده ما شغل بتاع جرام، ومعام عمك ذاك بجاكومة الذي همه ملء بطنه فقط. عرفت كلامي؟ شفت كيف؟ موجهين لنا الميكروفون نحن، ودل والله لو عرفت أعمالهم وخباياهم وضلالهم تتحير. أول حاجة قلت لك كرموا مرشد الطريقة السمانية في المركز العام بتاع جماعة أنصار السنة المحمدية، كرموا على الشرك. وقد قال السلف من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. دي أول معلومة خدتها معك. نمرة اثنين، جماعة أنصار السنة المحمدية نمرة اثنين دخلوا النسوان في الانتخابات، دخل واحد اسمه بلقيس أحمد التيجاني بيني غابة، نزلت الانتخابات وفازت بالنقائمة بتاعت المؤتمر الوطني وبقت عضو في البرلمان. وقد قال النبي، أسمع يا أنصار سنة يا بريد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولما انكرموا شيخ الطريقة السمانية
سئل دجال الفتحاف سألوه أسب الصحابة عمك بتعلغف سألوه قالوا لا يا عمك الجماعة دي الكرم الصوفية وانت قاعد تشتم الصوفية كان في كسلة سألوه هناك قال يجوز قال لأنه النبي كرم المشرك قال ودى غنم بين جبلين كرموا يا مجرم ده له تأليف عشان يسلم والوحي جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إنه الرجل ده بالفعل أسلم لكن شيخ الطريقة سماني أسلم يا بليد يا مجرم عرفت كلامي وده ما بيش بعدك أصلا أنت بتكرمه على شركه ما دعيته للتوحيد ما دعيته للإسلام ما دعيته للعقيدة الصحيحة يبقى لما تجي هنا تتكلم عن التوحيد أنت زول منافق ودجال ومجرم نمرة ثلاثة الجماعة ده سبوا الصحابة شيخهم اسمه مين عبد القادر حنصف عبد القادر قال الصحابة يقتتلوا في السلطة وقتلوا بعض وقتلوا إخوانهم من أجل السلطة ومن أجل الملك وقال في بعض الصحابة كانوا دايرين الدنيا عديل وربنا يرد عليك يا دجال يا مجرم يا أنصار سنة ربنا يقول عن الصحابة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ربنا قال عن الصحابة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة أسمع يا أنصار السنة فده الناس والله محتالين محتالين أوعى غشك لا تبقى أنصار سنة لا تبقى صوفي لا تبقى سراري مع عبد الحي يوسف وعلى الدين الزاكي ولا تبقى مع الإخوان المسلمين التنظيم العالمي ولا التنظيم المحلي لا تبقى حزب أمة مع الصادق المهدي لا مع مبارك الفاضل لا تبقى اتحاد ديمقراطي عرفت كلامي مع المرغني ولا مع جناح مجكر خليك مع القرآن ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح ونحن هنا لا عندنا جماعة بندعو لها لا حزب بندعو له لا طائفة بندعو لها ودي كلها حرام لأن رب لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحان وربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء جزاكم الله خير بارك الله فيكم.